يشارك الأردن دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر في كل عام، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية كجزء أساسي لا يتجزأ من الصحة العامة وكركن أساسي من أركان المجتمعات الصحية. ومن ضمن الفعاليات لهذا العام، احتفل مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية والشركاء والمنتفعين من جمعية خطوتنا، الاتحاد الدولي لجمعية طلبة الطب فرع الأردن، جمعية كاريتاس الأردنية والهيئة الطبية الدولية، بإطلاق حملة وطنية توعوية تمت ما بين 15 و25 من أيلول تحت شعار التعايش مع المرض النفسي، مستهدفة شرائح المجتمع المختلفة من مواطنين ولاجئين من الفئات العمرية المختلفة. وذلك بهدف تحسين الفهم العام للاضطرابات النفسية ورفع مستوى الوعي حول الصحة النفسية والخدمات المتاحة للتعامل معها، المناصرة للحد من وصمة العار والتمييز اللتين يتعرض لهما الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية. حيث عملت المنظمة على تدريب مجموعة من المتطوعين التي ضمت مختصين في الصحة النفسية، طلاب طب من الجامعات الأردنية المختلفة، ومنتفعين من خدمات الصحة النفسية وعائلاتهم. انطلقنا بحملة التوعية والصحة النفسية نتيجة ما شفناه من تدني الوعي للمجتمع المحلي بأهمية الصحة النفسية وبتأثيرها على الصحة الجسدية وارتباطها بالصحة الجسدية. طبعاً إحنا كمجتمع لسه ما عنا الوعي الكافي بالصحة النفسية، مع العلم أنه في عنا عيادات لمعالجة المرض النفسي اللي هي بتقدم اللي هي استشارات، بتقدم زي مجموعات التواصل. نشاطنا اليوم جامعين مجموعة من السيدات السوريات لتوعيتهم حول مفهوم الصحة النفسية، خاصة احنا شايفين انه الضغوطات اليومية والظروف اللي عم نمر فيها. الهدف من الحملة التوعية بمفهوم الصحة النفسية، وتم تزويدهم بالمواد اللازمة للحملة التي شملت محافظات عمان والبلقاء وإربد والمفرق والزرقاء ومادبة والكرك ومعان. تضمنت الحملة عدداً من الأنشطة التي شملت المحاضرات التوعوية والمناقشات الجماعية والمقابلات ونشر المواد التعليمية. استطعنا بهذا اللقاء ولو كان تغيير بسيط أنه نحدث فرق بسيط ببعض المفاهيم وتقبل الإنسان اللي ممكن يتعرض لاضطراب نفسي، وصار في هناك تغير عندهم بوجهة النظر الاجتماعية أنه ممكن هذا الإنسان يروح يتعالج يتلقى المساعدة. وقد نجحت بتغطية نطاق واسع من القطاعات المختلفة كالمدارس والجامعات ومراكز المجتمع المحلي والمراكز الصحية والأماكن الدينية والعديد من الأماكن العامة. طالباتنا مثل أي فرد بالمجتمع الأردني أو بأي مجتمع بتعرض لبعض الضغوطات النفسية وبحاجة إلى أنه يعرف ويتعلم كيف يتعامل مع هذه الضغوط. فالحمل اليوم هي جزء أو أول خطوة من خطوتنا أنه الطالب بيصير قادر على أنه يتكيف ويتعامل مع أي ضغوط نفسية بتعرض لها.
أنا بنصح كمان أنه يكون في توعية لأساتذة ومعلمات المدارس حتى يفهموا كيف يعاملوا الأطفال، وإذا اكتشفوا أنه في طفل عنده نوع من المرض النفسي لازم يلفتوا نظر الأهل ويتعاون الجميع لهالشغلة هاي. احنا هلا لازم نوعي الناس اللي حوالينا وقرايبنا وهيك، ونحكي لهم انه في عيادات بتكلفه قليله انه بتقدر تساعد هذا المريض. نحن في اللجوء تركنا اولادنا، تركنا بيوتنا، اللي رحلوا واحد رحلوا اب او ابن، وانه لازم الواحد انه بيلجا لدكتور نفسي او مرشد او صديق. احنا في منظمة الصحة العالمية في الأردن بنشتغل على موضوع الصحة النفسية من عدة سنوات، اللي بيشمل العمل على سياسات وأنظمة الصحة النفسية، تطوير خدمات الصحة النفسية المجتمعية، مناصرة قضايا الصحة النفسية، وتمكين الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكلها وضمان حقوقهم. كانت هاي الحملة إحدى النشاطات التوعوية اللي بتهدف لتحسين الوعي عن موضوع الصحة النفسية في المجتمع وعن الاضطرابات، وأكيد تعزيز الوقاية والكشف المبكر للاضطرابات النفسية. كما عملت الحملة على الوصول لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع المختلفة من مواطنين ولاجئين، آخذين بعين الاعتبار توفير معلومات عن الخدمات المتاحة وكيفية الوصول إليها.